وين نضمن دورة وين نضمنها وين نضمن دورة مجان دورة مجانية تكوينية مجانية لفائدة الطلبة كي ايتي انيمي باغ دي بروفيسور اي دي زيكسبير دو ديجيتال واللي شاركوا فيها 250 من بينهم دي ستوديون اي دي زومبلوايي. On parle de la digitalisation des entreprises parce qu'on est à l'ESAR, on a plus aspect entreprise, économie. Mais quand on parle du digital, ça peut concerner tous les métiers, ça peut concerner tout le monde. Et quand on le voit de cet aspect, ça devient plutôt l'intelligence artificielle qui dispose que plus de 40% des emplois qui vont disparaître à l'effet de la digitalisation et la mutation technologique. La digitalisation تساعد المسيرين على ربح الوقت و ويكون عندهم نتيجة جادة في الميدان وكل العالم راه يستعمل هذا الرقمنة هذا لي ميثود احنا رانا لازم علينا نستعملوها والحمد لله عندنا لا جينيراسيون هذه تاع دركا راهم كلهم كونيكتي في الانترنت دونك يبقى لهم برك يخدموا في الانتيليجنس كوليكتيف يخدموا جميع ماشي كل واحد يخدم وحده. اهم المحاور اللي احنا نهضروا عليهم هي ديجا تاسيس الفريق تاعك اللي كتخدم معاه ليدي تاعك منين راك تجيبها الفكره كيفاش تبدا ديفلوبي الفكره تاعك من فكره صغيره حتى وين تقدر ترجعها مشروع وهذاك المشروع كري دو لا فالور.